السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناة محمد قباش. رمضان مبارك سعيد، ادخل عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. خير، عطلنا عليكم الشباكية، نرجعوا لهذا الفيديو ديال الشباكية وندوزو المقادير وطريقة التحضير. باش نحضروا الشباكية ديالنا غادي نحتاجوا 1 كيلو ديال الطحين يكون مزيان، 1 الكاس مع مرش ديال الزيت، وكأس كذلك ديال الزبدة تكون دائبة. غادي نحتاجو 1 كأس ديال الماء الزهر، نصف كأس ديال الخل، غادي نحتاجو كأس ديال اللوز وكأس ديال الجلجلان اللي حمرناهم وطحناهم مزيان، ملعقة كبيرة ديال النافع، غادي نحتاجو أصفر بيضة، ملعقة صغيرة ديال القرفة، وواحد شوية ديال الملح. غادي نبداو نخلطو الخليط ديالنا. كيف كتشوفو غادي نبداو بالنواشف، هما الأولين نخلطوهم بهذا الشكل، غادي نرملوهم مزيان. ثم غادي نبداو نضيفو السوائل، الزبدة دائبة، الزيت، أصفر بيضة، ممكن نستغناو على أصفر ديال البيضة، وغادي نبداو نخلطو. هنا عندنا الكأس ديال الماء دافي دايرين فيه الزعفران، هنا ممكن نديرو زعفران شعرة او ممكن نديرو الزعفران العادي ملون، هو اللي كيعطينا اللون الشباكي ديالنا. كنبداو نخلطو بهذا الشكل اللي كتشوفو امامكم. وهنا نسينا خميرة ديال الحلويات، ما قلناش نيت في المقادير. كيف كتشوفوا غنضفناها وكنخلطو بالماء اللي قلنا دافي وفيه الزعفران، هو اللي كيعطينا كيف ما قلنا اللون الشباكي ديالنا. وكنبداو نجمعو الخليط. وكنبداو نعجنو الخليط مزيان ديالنا. الى ما قدناش الماء كنضيفو الماء دافي غير شي شويه حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا بهذا الشكل. من بعد ما جمع العجين كيف كتشوفو كنبداو نقطعوه الكويرات بهذا الشكل اللي كتشوفو. سرعنا الفيديو باش ما نطولوش عليكم، كنخليوها ترتاح شويه وكنبداو نطلقوا العجين ديالنا بهذا الشكل. كنطويوه تقريبا مربعات، اللي عنده الماكينه هنا راه ممكن يستعمل الماكينه ديال الرزيزه اللي كنطلقوا بها العجين. كنستمروا بهذا الشكل حتى كنكملوا العجين اللي عندنا كامل.
كنخليو العجين يرتاح، ومن بعد كنمروا المرحلة ديال التشباك اللي الجميع كيلقى فيها صعوبة. هذه أسهل طريقة ممكن الواحد يديرها، كيف كتشوفوا طريقة سهلة. كنقطعوا العجين ديالنا 4 ديال شريطات الوسط، وكنطويوها على جوج، وكنقلبوا العجين ونجمعهم من جناب. كاين طرق كثيرة ديال الشباك، كل واحد والطريقة اللي كيرتاح فيها، وكل واحد الطريقة اللي كتجيه سهلة. كاين بزاف ديال الطرق. الطريقة اللي جاتنا سهلة نديرو بها الشباكية ديالنا. اي واحد غادي يبدا يدير الشباكية غيلقى طريقة صعيبة ديال الشباك. الطريقة اللي جاتك سهلة ممكن تشبك بها. وكنمروا المرحلة ديال القلي. من بعد ما شبكنا كنديروا الزيت في المقلاي سخن، وكنبداو نوضعوا فيه الشباكية ديالنا. من بعد ما كتحمر لينا الشباكية كنوضعوها في العسل. كاين اللي كيوضعها مباشرة، كاين اللي كيصفيها من الزيت. من الأفضل نصفيوها باش تشرب لينا العسل. والعسل كل واحد والطريقه ديالو باش كيصايبو. مهم غتلقاوه في صندوق الوصف فايتن وجدنا عسل ديال القالب. الشباكيه ديالنا واجده بالصحه والراحه، كنتمنى تجربوها. وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. ننتظركم في التعليقات.